لا، هم عندهم إيمان نفس في دماغهم بنفس مبادئ واعتقاداتهم، غير اللي خد الإيمان الحقيقي وما ثبتش في المسيح. اللي ما خدش الإيمان وثبت في المسيح أو سقط، الروح القدس ممكن يتواصل ليه، ونشوف الجزء ده ممكن الرب يقيمه، لأن الرب عاضد كل الساقطين. لكن ده من أساسه ما أخدش الإيمان. ده من أساسه الإيمان عنده قناعات شيطانية، مقتنع تماما بما يؤمن به الشيطان. هذا الشخص مقتنع تماما بما يؤمن به إبليس، فهو عنده هذه القناعة. بس عمال يعمل الخطية، وعمال يكذب، وعمال يشتم، وعمال يحلف، ويقول أنا مؤمن. النتيجة هو بيؤمن نفس إيمان الشياطين. الشيطان عمال يحشد جموع علشان تبقى ضد الله. فأنت مؤمن، سمى الكتاب مرات أرواح التدين. فالناس كتيرة عندها أرواح تدين بيؤمن، فهذا الإيمان إيمان شياطين. عشان كده تكلم الشيطان مثلا ما حب يخدع حواء. هل الشيطان راح مباشرة لحواء ولا راح عن طريق حية؟ ليه راح عن طريق حية؟ علشان يخضعها، حتى لا يكون إبليس ظاهرا أمامها، لكن تكون حية موجودة في الجنة، وهي أحيا الحيوانات البرية، علشان يكون ليه تأثير فعال في قلوب الناس. فالشيطان بينجح أن يقنع الناس بطريقة عقلانية تماما، ويوصل لهم أنك أنت إيه اللي ناقصك، لا ينتقصك شيء، وأنك بتعمل خطية، ما أنت في العالم والعالم موجود في الخطية. فبسبب هذه الأشياء ده إيمان شياطين، إيمان يؤدي إلى الهلاك الأبدي. نعم. أنت تؤمن بالله واحد وحسنا تفعل.